أنصار في دربي كرة القدم اللبنانية ضمن الجولة الثالثة من الدوري. المباراة لم ترضي طرفين وانتهت باشتباكات وإصابات بين اللاعبين والجمهور. تحت الأضواء الكاشفة وبشادية جماهيرية رائعة انطلق لقاء الدربي اللبناني بين قطبي الكرة النجمة والأنصار في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري. اللقاء لم يرضي الطرفين رغم نهايته بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، فصبا جام غضبهما على طاقم التحكيم بعدما تحول الملعب إلى ساحة نزال بين اللاعبين والجماهير والجماهير والقوى الأمنية. والله بتصور الدم اللي نزل من مدافع تبعنا ببين انه للاسف انظلمنا بمثل كل مره. ممنوع نربح، ممنوع نربح، بنتاسف على يعني انبسطنا بالجمهور، انبسطنا بالماتش، ولكن اللي عم بيصير معنا كل ماتش الظلم اللي عم نتعرض له، هذا الدم مبين. طلع على المدافع تبعنا راسه انفتح مثل ما صار من ماتش التضامن، نفس الشيء ضربه جزاء ما انعطت هون مدافع عم بيشيل طابه طرقه المهاجم وجابوا جول منها باخر دقيقه بالوقت الاضافي. اللي وصل المباراه لهاني هو الحكم، عرف كيف؟ الحكم كان سيء جدا وكان متحامل على نادي النجمه، واضح جدا انه ضربه الجزاء اللي تاني ما كان فيها ضربه جزاء، بالعكس كان فيها فاول قبل ضربه الجزاء. الفريقان تقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وإن كان النجم بدأ الأفضل في نصف الساعة الأول حيث أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 29 لخالد تكجي، صد الحارس حسن مغني بنجاح قبل أن يفتتح محمود كوجوك التسجيل للأنصار في الدقيقة 40 بعد دربكة أمام المرمى النجموي. في الشوط الثاني تبادل الفريقان الفرص الضائعة قبل أن تشتد الإثارة في الدقائق الأخيرة بعدما أضاع الأنصار ركلة جزاء لربيع عطايا صدها أحمد تكتوك، وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح أكرم مغربي في خطف هدف التعادل من تسديدة سكنت الشباك وألهبت حناجر النجمويين في المدرجات. أول شيء الأنصار بدأ بتشكيل اللبنانية بحتة وبرهن للجميع أنه هن أفضل لعيبة بلبنان هالسنة. للاسف ما كان في لنا حظ، كل مره ما عم نتوفق باخر الدقائق عم نتسجل بما بينا هدف، وان شاء الله ما بيصير هالشيء بعدين. ديربي لبنان يعني كان فريق النجمه فوق ولا فريق الانصار فوق والثاني ما منه بمستواه، بضل لها رونق خاص. هاي الحمد لله عادل النتيجه. نهاية المباراة لم تأتي بخير، فمع صافرة النهاية بدأت الاشتباكات على المدرجات واقتحم بعض الجماهير أرض الملعب وهاجموا اللاعبين، كما قام العديد بتكسير كراسي المدرجات ورميها على القوى الأمنية، ناهيك عن رمي القنان البلاستيكية، ما أدى إلى إصابات تمت معالجتها قبل أن تنجح القوى الأمنية في تهدئة الأمور وإخلاء الملعب. انتهت المواجهة الأولى بين قطبي الكرة اللبنانية بالتعادل الإيجابي على أرض الملعب، وبمعارك ضارية في المدرجات سترسم أكثر من علامة استفهام حول عودة الجماهير إلى الملاعب في القادم من المباريات. حسن مرتضى، بي إن سبورتس، بيروت. يسعد المنتخب السعودي